بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب تانية سنة، هنبدأ مع بعض منهج اللغة الإنجليزية الترم التاني. ده المنهج المعدل على النظام الجديد. المنهج عبارة عن 8 وحدات، بداية من الوحدة التاسعة لحد الوحدة الستاشر. منهج الإنجليزي مش صعب، منهج النص التاني مش صعب، لو احنا مشينا مع بعض ستيب باي ستيب أو خطوة بخطوة، صدقوني من غير محلف إن شاء الله هتجيبوا الفول مارك أو أعلى درجة في اللغة الإنجليزية. بس كل مطلوب منكم ان انتوا تتابعوا خطوة بخطوة، كل ما نقول عليه يتنفس. الموضوع مش محتاج جهد كبير، لان احنا لو احنا بدأنا من الاول اهو، بدأنا ستيب باي ستيب او خطوة بخطوة، خلاص الموضوع هيبقى سهل معانا في النهاية. وفي الاخر زي ما انتوا عارفين بنزل مراجعات ان شاء الله هي اللي بيجي منها الامتحان. لازم تحطوا في اعتباركم الترم ده ان شاء الله اللغة الانجليزية هتقفلوها، مفيش حاجة اسمها ننقص. مش تحتاج ان انت تروح دروس، مش تحتاج ان انت تدفع فلوس، مش تحتاج ان انت تعمل اي حاجة خالص. كل اللي انت محتاجه انك تتابع معايا فيديوهات تانية ثانوي الترم التاني. يلا نبدأ يونت 9. يلا فكرة انك تقفل اللغة الانجليزية مش ان هي مثلا سنة نقلة او سنة تراكمية او الكلام ده، هي تانية ثانوي نقل مفيش مشكلة، بس احنا بنحاول نتعود على النظام الجديد. عشان كده الترم ده هنهتم بأكتر من حاجة. هنهتم بسؤال التشوزنج اللي هو سؤال الاختياري، لأن الامتحان نفس امتحان الترم الأولاني، هيبقى في عندنا أسئلة اختيارية، وفي عندنا قطعة كبيرة اللي هي الكومبريهنشن، وفي عندنا المقالة، وفي ترجمة، يعني نفس نظام الترم الأولاني. عشان كده عايزين نولي اهتمام الفهم، نتدرب عليها، ناخد قطع كتير، ناخد قطع ترجمة برضو، ناخد جمل ترجمة، ونتدرب على سؤال التشوزنج أو الاختياري. ورقة وقلم، كوباية نسكافيه جنبك، يلا نبدأ، يلا بينا. يونت 9. Where today's food comes from، يعني من أين يأتي طعام اليوم. ببساطة اليونت دي بتتكلم على التربة والبذور، هي ديت الوحدة. Where today's food comes from، منين جاي طعام اليوم. الكلمات ورقة وقلم، هتسمع الكلمة وهتكتب معايا الكلمة بإيدك، لما هتكتبها بإيدك هتثبت في دماغك أكتر. كلمة خصب أو كلمة غير خصب، خلينا الأول خصبة. بقول لك تربة خصبة، بقول لك fertile. Fertile. Fertile يعني خصبة. فلما أجي أقول لك تربة خصبة أقول لك fertile soil. الكلمة دي مهمة، بتيجي في الاختيارات في الامتحان. ممكن يقول لك fertile ولا infertile. لا، infertile دي التربة دي مش هعرف أزرع فيها. تربة غير خصبة أو غير صالحة للزراعة. لكن تربة صالحة للزراعة fertile. مكونات على اليمين ingredients. ingredients كلمة طويلة ورخمة شوية. ingredients مكونات، اللي هي مكونات الأكل. لما بنيجي مثلا نجيب كده أي حاجة بنشتريها، بسكويت أو حاجة، بنلاقي كده مكتوب ورا ال ingredients، المكونات، مكون من إيه؟ مكون من دقيق، مكون من ملح. كلمة معدل وراثيا، واحفظوها معايا، genetically modified. هي الكلمة دي اليونت ديت فيها شوية كلمات كده إيه طويلة شوية. معدل يعني modified، modified للإم، ووراثيا genetically، genetically modified. خلي بالكوا genetically modified يعني معدل وراثيا، هنفهم يعني إيه لما ناخد برضو القطعة. خلي بالكوا الجي ام ديت اختصار لكلمة genetically modified، ممكن يجيبها في قطعة الكبيرة، يجيب لك كده موضوع مثلا عن الأكل أو عن المحاصيل، ويحط لك كلمة جي ام في النص، ويقول لك إيه الجي، what does it mean، معناها إيه الجي ام دي. لان احنا اتفقنا ان نظام الامتحان بيعتمد على فهم مخرجات التعلم، بمعنى ان هو السؤال مش بيبقى دايركت مباشر، عشان كده من الاسئله الغير مباشره تبقى اكتر في القطع، فبالتالي لازم يبتدي ايه يختبرك شويه. يبقى عندنا الجي ام جينيتيكلي موديفايد، معدل وراثيا. يعني ايه معدل وراثيا؟ يعني متعدل في الجينز بتاعته، في الجينات. يعني مثلا الطماطم المفروض ان هي بتحمض بعد 3 ايام مثلا، يعني لا، بياخدوا الجينات اللي فيها اللي هي بتاعت الحموضه اللي بتخليها تبوظ ديت او تفسد، وبكده بدل ما تقعد 3 ايام لا، ممكن تقعد 10 ايام، ممكن تقعد 20 يوم، كده بقى اسمها جينيتيكلي موديفايد توميتوز. نكمل. عضوي اورجانيك، اورجانيك الورقه والقلم معاك، اورجانيك يعني خلاص الاكل يبقى صالح ان هو يتاكل، يبقى رايبن، رايبن، رايبن يتعفن، روت، روتن، روتن يعني هنا خلاص بقت ما ينفعش تتاكل، متعفن. خلي بالك غير عضوي يعني غير طبيعي. والله الاكل اللي احنا بناكله فيه اكل كده اللي احنا بناكله من بره اللي هو ما بيبقاش طبيعي، ده بنسميه نان اورجانيك او ان اورجانيك. مبيد الافات الزراعيه اللي بيستخدموه في الزراعه اللي هو اللي يعني عشان يموتوا الافات، بيستي سايد، بيستي سايد، بيستي سايد.
seeds بذور، seeds بذور. starvation المجاعة، starvation المجاعة أو الموت جوعا. الكلمة دي مهمة في الترانسليشن في الترجمة. كلمة يروش spray، agriculture الزراعة. starve يموت جوعا ده الفعل، أما starvation ده الموت، ده اللي هو الاسم أو النون. سماد fertilizer، fertilizer modify يعني يعدل، modify. أما بقى خلاص أصبح معدل ودي صفة modified. سام poisons، سام poisons. بقول لكم إن الكلمات يعني تحسوا إن هي تقيلة شوية، هي الوحدة ديت مشكلتها الكلمات إيه جديدة شوية بالنسبة للطلاب، لكن واحدة واحدة كده هتلاقوا الموضوع بقى سهل. الكلمة عايزكم تحفظوها كده أورال شفوي وتكتبوها، يعني لازم ورقة وقلم وتكتب معايا كلمة مثلا سماد fertilizer، كلمة سام poisons، مواد كيميائية chemicals، chemicals و genetics اللي هو علم الوراثة. خلي بالكم genetics دي بقى بيستخدمها هنا بقى، ده اللعبة اهو. genetics المفروض بتاخد وراها is، علم الوراثة يقول لك مثلا genetics is my favorite subject، هي دي المادة المفضلة بالنسبة لي. المهم يبقى كلمة genetics على الرغم ان فيها اس اهي، الناس هتقول لك ما هي دي جامع كده يا مستر، لا هي ده دي مادة، مادة دراسية زي مثلا الانجليش او زي الاوروبيك زي اي مادة chemistry. يبقى هنا genetics بتاخد is او بتاخد was، المهم ان هي بتاخد فعل مفرد. الجينات جينز، الجينات اللي هي جينز. كربوهيدرات، الكربوهيدرات، كربوهيدرات. الناس بتلعب جيم والكلام ده فاهمه كربوهيدرات. فات اللي هي الدهن، فاتس اللي هي الدهون. بروتين البروتين، بروتين. كلمه جيني او وراثي جيناتيك، جيناتيك هندسه وراثيه. جيناتيك انجينيرنج، جيناتيك انجينيرنج دي الهندسه الوراثيه اللي بيبتدوا يلعبوا بقى من خلالها في الجينز في الجينات. ممكن توصل ان هم يلعبوا في الجينات بتاعت الانسان مش شرط الاكل. التكنولوجيا الحديثه مودرن تكنولوجي مهمه في الترجمه، مودرن تكنولوجي. اتاك يهاجم، اتاك يهاجم. كروبس محاصيل، سويل تربه، كروبس محاصيل وسويل تربه. واتفقنا نربط فيرتايل سويل يعني تربه صالحه للزراعه او تربه خصبه، فيرتايل، فيرتايل. صدقوني الانجليزي مش صعب، الموضوع سهل جدا، مش هتحتاج تتعب، مش هتحتاج تعمل اي حاجه خالص غير ان انت ورقه وقلم جنبك وتذاكر. تتعب يعني انك تخرج وتروح دروس والكلام، مش محتاجه صدقوني بالنظام الجديد والدنيا الجديده ديت، مش محتاج انك تضيع وقتك. soil، global warming اللي هو الاحتباس الحراري. organic food، organic food. invention، invention يعني اختراع. ويحسن improve، improve. طعام عضوي، واحد يقول لي ايه يا مستر طعام عضوي، انا مش فاهم، طعام طبيعي يعني organic food، طعام طبيعي، حاجة طبيعية مش مخلقة ولا فيها أي كيماويات، organic. بتاكل فاكهة مثلا طبيعية، أه يقول لك ده organic fruit، فاكهة طبيعية. invention اختراع. taste، taste يعني يتذوق. taste أو يقول لك مثلا الأكل ده tastes good يعني طعمه حلو. مقاوم للمرض disease resistant، disease resistant. الزراعة العضوية organic farming، organic farming. اهم حاجه ان احنا نتفق مع بعض من اول حصه اهو او من اول فيديو ان احنا ان شاء الله هنجيب الفول مارك في اللغه الانجليزيه، ولازم تكون مقتنع بده، مش في اللغه الانجليزيه بس، انا هنزل شروحات ان شاء الله في كل المواد، بس لازم تكون مقتنع من جواك انك هتقفل. ليه؟ مش علشان سنه نقله او سنه تجريبي او سنه شهاده او الكلام ده، لا عشان نفسك، عشان تتدرب على النظام الجديد، عشان لما تخش سنه ثالثه ان شاء الله يبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. انا معايا حصيله كلمات كتير من سنه ثانيه، عارف متاسس جرامر صح، خلاص مفيش حاجه هتبقى صعبه بالنسبه لي، كلمات جديده احفظها خلاص واخش الامتحان وهقفل الانجليزي بتاع ثالثه ثانوي ان شاء الله. الزراعه العضويه organic farming. طريقه method، طريقه يعني method. destroy يدمر. دايت اللي هو النظام الغذائي، دايت كلنا عارفين كلمة دايت. اكسرسايز يتمرن، خلي بالك بالاس اكسرسايز. سبستانس مادة. انسكتس حشرات. ميثود يعني طريقة، طريقة مثلا طريقة كويسة انك تذاكر، يبقى جود ميثود تو ستادي، جود ميثود تو ستادي. انسكتس حشرات. دامج، دامج يعني يتلف. وسيل خلية، في ناس طلاب بلاقيهم يقول لي كيل يا مستر، لا كيل دي يقتل لكن سيل هنا خلية. ليفنج ثينج كائن حي. ديفلوب يطور. development التطوير او التنميه. decay يتحلل. quantity كميه و amount برضه كميه. quality خلي بالكم، شوف هنا qual quality نوعيه او جوده، لكن هنا quantity كميه. quality اللي هي الجوده. stream
stream يعني مجرى ماء، flood يعني فيضان، develop قلنا يطور، و development التطوير أو التنمية. المفروض احنا حافظين الكلمتين دول عشان الترجمة. decay يتحلى، hunter صياد، الشخص اللي بيصطاد الحيوانات بنسميه hunter، nuts اللي هو الجوز، collect collect يعني يجمع اللي هو المكسرات يعني، طبيعي natural، غير طبيعي unnatural، normal عادي، suppose يفترض، modern farming الزراعة الحديثة، يحتوي على كنتين. عندنا كلمة collect يجمع ونوتس يلاحظ، cultivation اللي هي الزراعة، irrigation الري. كلمات يعني جديدة، في منها جديد نوعا ما وفي عارفينه قبل كده، هم مش كتير عايزكو تحفظ. المفروض دلوقتي خلاص احنا عرفنا النطق السليم بتاع كل كلمة، كتبنا كل كلمة خلاص. لو انت كده مرة واتنين هتلاقي نفسك حفظت الكلمات، مش هياخدوا منك حوالي 4 ساعات بالكتير. عالي الانتاج high yield، high yield يعني عالي الانتاج. roots جذور، surprisingly يعني بصورة مذهلة، يصطاد hunt، stem اللي هو ساق الظهر، الساق بتاع الشجرة أو بتاع النبات، remove يزيل، remote بعيد، genetic modification تعديل وراثي، معمل laboratory restrictions قيود، label اللي هي الملصق، عارفين احنا الاكل بيبقى عليه كده ورقه تيكت كده مكتوب عليه البيانات بتاعت الاكل ده، اسمها ليبل، regularly بانتظام، energy طاقه، butter اللي هي الزبده، fast food اللي هو الطعام السريع، consumption الاستهلاك، consumption خلي بالكم من نطق الكلمه دي، regularly حاول تقولها كده regularly، ها شفت ما عرفتش تقولها، يبقى هنا معناها بانتظام، حاول تاني regularly، تمام، energy طاقه، consumption قلنا الاستهلاك. دي كلمات الوحده التاسعه، اول وحده في عندنا في الترم التاني. كلمات زي ما قلنا في منها جديد ولكن مش صعبه. تعال نخش كده، ان احنا عندنا الجرامر بتاع الوحده ديت، هو بادئ لك بدايه ايه تخضك، خلي بالك هو بدايه الترم التاني بدايه كده تخضك، لان برضو في الجرامر عندنا اللي هو المباشر وغير مباشر، ريبورت سبيتش ده انا بعتبره من اصعب الدروس في المنهج كلها، يعني انت لو انت اتعقدت من اول وحده وقفلت، هو يعني ايه تحس ان انت كده بيقفلك من اول وحده، لا هتلاقي نفسك قفلت في كل المنهج، هي الوحده الاولى بس فيها شويه حاجات صعبه، بعد كده هتلاقي الدنيا بقت سهله خالص، كل اللي انا محتاجه منك تركيز. تعال ناخد بالنا من شويه حاجات كده قبل ما نحل، هنحل دلوقتي تشوزنج على كلمات. عندنا كلمه تيست يتذوق، وكلمة تيست برضو بتيجي بمعنى التذوق أو حاسة اللي هي التذوق، حاسة إنك تشوف الأكل قدامك ده كويس ولا حلو ولا وحش، ده كده اسمها تيست. تيستي لذيذ المذاق، تيستفول يعني ذوقه حلو. كان في حد السنة اللي فاتت على اليوتيوب بعت لي قال لي إيه الفرق ما بين تيستي وتيستفول؟ لا تيستي ديت مع الأكل، تيستي قلت له مع الطعام، لما تاكل تلاقي أكل مثلا حلو كده لذيذ تقول أوه إتس تيستي، طعمه حلو. طب انت راجل بقى ذوقك ايه؟ ذوقك حلو كده في الاكل، اقول لك يو ار تيستفول، يبقى خلي بالك ان انت لو شخص تيستفول، اكل تيستي سهله كده، تيستي مع الاكل، تيستفول مع الشخص. عندنا كلمه ترايب ناضج، دي الصفه، اما اقول لك الفاكهه اللي قدامي دي اتس رايب، رايب خلاص تتاكل كده تتاكل، رايب مش رايبن، رايبن دي الفعل. فيد وايت، ايت ياكل، طب وفيد ياكل، يبقى ايت انت بتاكل وفيد بتطعم او بتاكل. سويل دي اللي تهمنا عندنا في المنهج اللي هي التربه، اما الجراوند ارض، اما الفلور ارضيه البيت اللي انت قاعد فيه. طيب عندنا كلمه روت يتعفن، وعندنا كلمه روتن دي الصفه اللي هي كده خلاص الاكل ما يتاكلش فاسد، يبقى عندنا كلمه روتن وعندنا كلمه ترايب، رايب ناضج وروتن فاسد. خلي بالك في الجملة المثبتة بقول لك مثلا نوها سبيكس انجلش، نوها بتتكلم انجليزي، وعايز اقول لك ورانيا كمان اند سو داز رانيا، وبرده وايضا رانيا، خلي بالك سو داز والشخص، سو داز هنا معناها ايضا، خلي بالكم التكوينة دي، سو داز رانيا دي بتيجي في الاثبات. لما نيجي نقول كلمة ايضا او كذلك بنستخدم كلمة سو وبنحط داز وبنحط الشخص. في النفي بنقول نيزر، جاب لك doesn't هنقول مثلا نيزر does، واصله يبقى احنا هنا بنحط نيزر ونحط الفعل مثبت، اما هنا بنحط سو ونحط وراها ال does. ليه حطينا does؟ عشان اس في اس هنا، يبقى قلنا سو so does ونيزر كان، يبقى نيزر في النفي وسو في الاثبات.
كلمة stop بيجي وراها verb ing، كلمة stop بيجي وراها verb ing، أو ممكن تيجي بمعنى يمنع بيجي وراها مفعول وverb ing برضه. يبقى هنا بقول لك مثلا they have built a fence، هما بنوا سور to stop the dog getting out، عشان يوقفوا الكلب أو يمنعوه من الخروج، هنا معنى يمنع. باي بيجي وراها ing معناها بواسطة، بيجي وراها شخص أو بيجي وراها ing. دي شوية language notes أو ملاحظات لغوية مهمة في الوحدة. نشوف الأسئلة بتيجي إزاي في الامتحانات وهتجيلنا إزاي. don't eat the fruit ما تاكلش الفاكهة from the tree، ما تاكلش الفاكهة اللي على الشجرة ديت because it is، أهو أنا بقولك ما تاكلهاش، يبقى هل هي بتكون healthy صحية useful مفيدة tasty لذيذة؟ لا ده أكيد فيها خطر، أكيد poisons. أنا حفظت كلمة poisons يعني سام، خلاص يبقى الفاكهة ديت سامة. اتنين farmers earn their money from، بيكسبوا الفلوس من الفارمرز، ما دام جاب لك كلمة فارم اللي هم المزارعين يبقى على طول زراعة agriculture، أكيد مزارع مش هيبقى في المصنع، لا هتبقى agriculture. look at the planes بص على الطيارات، they are الطيارات بتكون نقط the fields from the air، they are praying playing spraying، طبعا هنا كلمة يرش يعني spray، spray يعني يرش، خلي بالكم من كلمة spray، الطيارات بتقوم منزلة كده مبيدات وبترشها spray. some people believe that بعض الناس بيؤمنوا ان نقط fruit and vegetable are better بتكون افضل for than ones grown with chemical، افضل من اللي بيبقى فيها كيماويات. احنا اتفقنا الاكل لما بيبقى فيه كيميكال بنسميه non organic او inorganic غير طبيعي، لكن اكل طبيعي هيبقى organic بس organic fruit فاكهة طبيعية. some people worried that قلقانين ان نقط modified crops، انا عايز اقول لك المحاصيل المعدلة وراثيا، انا المفروض حافظ الكلمة دي genetically modified crops، genetically modified crops، اهو احفظوا الثلاث كلمات على بعض genetically modified crops اللي هي الجي ام. I get my brown hair انا بحصل على شعري البني and eyes from my parents من والدي. they are in my طبعا هم في ايه بقى، يعني انا عندي شعر بني زي والدي لان هم في الجين بتوعي في الجينات اللي عندي وراثية genes، يعني انا شعري طلع بني بناء على الجينات اللي انا ورثتها من الوالد او الوالدة. fruit is ready to eat when it has been، الاكل بيبقى جاهز انه يتاكل when it has been لما بيكون نقط عن من الشمس، لما بيكون طبعا هنا بيكون بقى ناضج when it has been، هو حد يقول لي rotten، rotten هنا بقى الاكل معفن يبقى ازاي صالح للاكل، يبقى هنا fruit is ready to eat لما بتكون ناضجة، ناضجة او مستوية يعني ripened ripened. موضوع سهل زي ما قلت لكم، مجرد انك تحفظ كلمات تتدرب شوية على شوية اسئلة choosing خلاص خلصت. the main نقط of the meal I am cooking is cheese، the main نقط the main ingredient المكون الرئيسي للأكلة، مدام لقيت كلمة meal، meal يعني وجبة، يبقى ingredient على طول المكون، يعني هتبقى كلمة ingredients للمكونات. scientists can نقط crops يعملوا ايه في المحاصيل، can modify crops، modify انهم يلعبوا فيها او يعدلوا فيها. 10 و11 و12 و13 عايزكم انتوا تحلوها وتكتبوا لي في التعليقات. when fruit or other food لما الطعام بيبقى ايه، it is too bad to eat بيبقى ما ينفعش انه يتاكل، too bad سيء جدا انه يتاكل، يبقى لما يكون ايه ما ينفعش يتاكل، اشوف ردكم في التعليقات. people who don't have enough food الناس اللي ما عندهاش اكل die off بيموتوا من الايه، خدنا كلمة المجاعة في الكلمات ترجعوا لها، عايز منكم حل 10 و11 و12 و13 بس كده. ده المنهج بتاع الانجليزي تانية سنة، دي اول وحدة يعتبر خلصنا جزء كبير منها الكلمات، خلصنا language notes، بقينا شوية grammar او شوية قواعد كده في الوحدة، خلاص خلصت وان شاء الله هتجيبوا الفول مارك في اللغة الانجليزية، مش هسيبكم ان شاء الله غير لما تجيبوا اعلى الدرجات في كل المواد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.